حياتنا مفيده. انا دايما بقول انا عايز اطلع من الحلقه بمعلومه، تمام؟ هتوجه بسؤالي للبشمهندس مجد. باشمهندس مجد، بتطالبوا ليه التعديل القانون طالما قانون الايجارات القديم زي ما احنا بنقول عليه اللي هو 136 بيدي حالات الاخلاء في حالات محدده، يعني اذا المالك المستاجر ما دفعش قيمه الايجاريه تستطيع انك انت تقيم دعوى اخلاء وتطرده، اذا المالك اتصرف في العقار بشكل يعني غير قانوني او مخالف للنظام العام او الاداب العامه، ليه انتوا عايزين تغيروا القانون وتشردوا مئات الالاف من المواطنين في الشارع؟ احنا عايزين نغير القانون لكن مش عايزين نشرد حد. ازاي يا فندم؟ من فضلك هو سابق ما قطعكش. اتفضل. طب انا هرد عايز مشروع واحد في المجلس ما فيهوش كلمه تحرير علاقه الايجارات. هرد على نقطه اثرها الاستاذ ميشيل اللي هي المراكز القانونيه اللي ما ينفعش اعدلها. تمام. هل تعديل الايجارات بتخفضها، هل دي ما كانتش مراكز قانونيه تم تعديلها بواسطه الدوله؟ انا ليه حق الرد بقى؟ لا انا دي مراكز قانونيه كانت استقرت، انا اجرت شقه ب 25 جنيه عشان بس ما ننطش الدوله عدلتها. ايوه لما الملك يتلاعب بعد ما خد الدعم مش من فضلك عشان ما ننطش على سؤالي. انا سؤالي محدد، انتوا ليه عايزين تغيروا القانون طالما قانون 136 بيديكوا الحق في انك تطرد المستاجر اذا ما خالف هذا القانون؟ ليه عايز تعمل القانون ما بيديش هذه الحقوق؟ القانون لو بيدي هذه الحقوق ما كانش تظهر الظواهر التي ادت الى ان الدوله نفسها تسعى لتغيير القانون. ايه الظواهر بقى؟ ان انا عندي 12.4 من 10 مليون شقه مغلقه في مصر، مش موجوده في اي حته في الدنيا. ان انا عندي شقه في مصر ايجارها 4 جنيه و5 جنيه، مش موجوده في اي حته في الدنيا. بس في زيادات طرأت على القانون لم تطرأ على السكن. في زيادات على الـ على الـ على, الـ على الاداري والتجاري. ما هو دي مشكلة التجاري والاداري، ما انا بشوفكم بتتكلموا يعني انا لما بخش على المواقع بلاقي الناس بتتكلم اكتر عن الاداري وعن التجاري. ده السكن يمكن ده شويه مع الوقت ده وده. طب ايه رايك، هو كان الاستاذ ميشيل ذكر حته كده قال ان في مشروعات اتقدمت لمجلس النواب بتعديل القانون وما قالها زي ما قلت ما فيش حاجه حصلت. معانا مداخله من سياده النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب. سياده النائب اهلا بحضرتك.